מה הוא הגיל שהוא אשתי? באיזה גיל התחתן? מהו הגיל? התחתנתי בגיל צעיר מאוד, כי אמא הייתה לבד גם. בערבי? אמא קנת ברוכה, וחבת בשווה תזווזני, ונחדה מעיה לישראל. אז תזווזת בערך ב-13-14. אז כיפש כן, תזווזתי מעמרני. ها كيفاش جو ايه جوشت معمرن كان ايه راني وراك وراني قال للوري نتاع البو همو وتحتل وكان قداش عمرو كان عمرو كان 20 هو 20 وانا 14 15 13 لحات 13 14 وكيفاش تفكري الملاك تفكر جاو اللوري نتاعو البو همو بو همو جابوا لنا زخير باشو هداك ماني ساكتة نبرق هدا نشدوك وكانت تحبي نشدوني كان دواء واحدة يا ساكت ما قلتيش هي لا 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 في الأول كنت نسمعهم يقولوا لي جاداك وجاداك كنت ساكت ما نحبش أنا ما نحبش ما نحبش كيف جاء مرني أيام مكار بجربة يا عفيد بأي كان يخدم ويحبوه معروف 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 في الحارة صغيرة في الحارة صغيرة أنا كيف سمعت ما خممتش بخلال حيجاني هذا وكيف سمعت رديت تزوجت قعدنا عام ونص في زربة كيفاش كان العرس؟ كانت تقول لنا العرس كيفاش؟ العرس كانوا يعملوا 7 أيام و7 ليالي قبل العرس قبل العرس وياكل من عندها وياكل من عنده يبعثوا يجيو الهريم بس قعدنا يقعدوا 7 أيام يوم يعطي يجيب متنا وهي تعطي متنا شو هذا متنا هديه؟ متنا لقحيم حيطة العربي قمح كل مني دفرين كل مني شخختي فول كل نهار يجيب لك لا نار اثنين يجيب ودوك ونار ثلاث يعملوا عجين وتجيب ملحتين تسيم بيدايم ويقولوا مبروك وبالمجار بالصحة شريم نتنين فولي مش فين جوت لخدونا شلخن؟ لا زي الفنين الفنين حتونا زي يوم شليشي يوم ربيعي نار ربعة نار ربعة دار العروسة يعني حنان رفعوا كاكي كقيوت دار الحتان كيمي فيولانو قام جابونا أمان يجيبونا حيطة فوليم حمص حلوى كل من يدفن كل حاجه مزيانه يعني على كل وقت هذاك زي ما شاية نار ربعة ما نار ادون ما جابوه من نار اثنين نار ثلاث عملوا لنا العجين هذا اسمه طفل 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 اسمه تطفيل تطفيل يقول تطفيل شو عملوا؟ عملوا عجين على يدين وتقول وتقول اذا ام الحتان بالمجال بالحوايج باهيين تصليحوا وشاريم شو غني وتفكري؟ ها؟ الغناء تفكري شو هو الغناء؟ لا انا لا دعت للشير لا ايو شريم ايو قصيم رو 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 نوتنين فوليم ميفو شريم فول وشفين جت زي ما شاية ونار ربعة احنا عند العروسة يرفعوا كعاكي من الدل حتان كعك يوم خميسي نار خميس نار خميس يعملوا حنة ماشي حنة شي في دل العروس يغني ونتنيم قام كل مني في تسوحيم يغني ويعطيه جريرة ويلبسوها بالعربي ويصغرته ويغني ويعملوا له حنة لا راك يقولوا لك الحنة الصغير الحنة الصغيرة ايه الحنة الصغيرة زي نار خميس يجي ويخرجوا على طاولة ويصغرته لا يدعت كان قام زازا بايما نشيم شمحيم او سيم سميح عملوا الفرح يفرحوا ويغنيوا نار هذا يوم خميس يوم شيشي نار الجمعة نار الجمعة يعملوا عشية الشبات قبل شي ساعتين
يعملوا خويطات إذا في بالصباعات خويطات بكل الصباعات يدي يشبت هي تقعد إذا في صباط الكل يربطوهم ويعملوا حنة نهار الجمعة يوم شيشي الفني شالوس قبل من ثلاثة الربع يعملوا كل حنة ويخليوهم حتى النار في سبا النار جمع النار شبات يطيحك ويعطي غني وقام غناء وصغاريت و يخليوه الشبات لا هذا نار الجمعة يعملوا له يقولوا تتريفة تتريفة عملوا له تتريفة سوا تتريفة يعني يعملوا خويطات ويحطوا حنة في كل في السبا والكل في السباطين وتقعد إذا حتى يشيحوا ولو له زازة في العشية كنا يطيحوا ويغنيوا وقت يعملوهم غناء وناش وجاء راك نشاء في الحنة يجيب نشاء رجال وصغار نار الجمعة نار الشبات كيف تغسل يديها تنحي التماء وزي يولي ولا روهم الحن صغير كاين يولي ده